السلام عليكم. اليوم نروحوا لبلدية الشراقة لنعرفكم على هذه الإقامة السكنية الجميلة، إقامة الجوهرة اللي عرفت تأخر كبير، يعني العملية تاع الإنجاز تحضرنا لها زوج لثلاث فيديوهات، يعني هذه مدة عامين الآن. تعرف الخطأ، يعني عملية تاع الانتهاء من وضع التغليف الخارجي تاعها، ونخليكم تتابعوا هذه الصور حول هذه الإقامة السكنية الجميلة والعصرية في إذا بلدية الشراقة على الطريق ما بين شوفالي وبوزريعة باتجاه الشراقة. إذا نخليكم تتابعوا هذا التقرير عن هذه الإقامة، والسلام عليكم.